يا مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معنا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. النهاردة معانا القمر هالة عثمان، ملكة جمال مصر وبطلة العالم في الرماية. بنرحب بيك يا هالة. ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. بصوا بقى، اكتشفت وانا بتكلم كده مع هالة شوية ان هي كل حاجة وعكسها. يعني ايه؟ هي قمراية لكن هي في نفس الوقت بتلعب رياضة مش معتادة للبنات، وهي الرماية. بتدرس هندسة، مش مثلا فنون جميلة ولا أزياء ولا حاجة، لا هندسة. هي فك هل يعني عايزة أفك معاكي طلاسم شخصيتك يا هالة، نعمل إيه؟ نبدأ منين؟ جمال ولا القوة؟ نبدأ من الحاجة اللي أكتر حاجة بحبها، الرماية. الرماية؟ ليه اخترتي الرماية؟ هي جت معايا صدفة، يعني رحت أجرب أضرب بالسلاح بندقية، كان عاجبني قوي. في نادي الصيد ولا فين؟ كان في نادي رماية. في نادي الرماية، اوكي. دخلت وجربت اضرب كده، الكابتن شافني قال لي لا انا عايزك معايا في الفريق. بعد من كده اول تجربة اصلا؟ من اول تجربة، بعد كده سجلني معايا في الفريق. ده بعد كان عندك كام سنة بقى وقتها؟ وانت صغيرة كنت ولا؟ كنت في اعدادي لسه. اوكي. وبعد كده قعدت اتمرن لمدة شهر، ودخلني بعدها بطولة على طول. وبعدها بدأت بقى أشارك في بطولات وأحقق ميداليات. بعد كده دخلت المنتخب، دخلت بقى في عالم الرماية. عالم الرماية. أيوه. الأول كده أنت بتستخدمي مسدس وبندقية؟ لا أنا بستخدم بندقية. بندقية. يعني أنا بسمع دايما إن الرماية وخصوصا البندقية بيبقى لها رد فعل، عارفة اللي هو الأفتر شوك كده على الكتف، ده بيخلي بنات تبعد عن الرياضة دي. هي عامة البندقية أنواع، يعني في شوت جن وفي بندقية عادية رد فعلها بسيط. هي دي البندقية ومش سهلة برضو يعني. دي رد فعلها بسيط، لكن الخرطوش هو اللي هو اللي بيبقى فيه طبق طاير وحد بيتارجت عليه. ايوه دي اللي بشوفها. ده رد ليه فعلا رد فعل كبير، بس يعني انا برضو جربته كان لذيذ جدا وممتع جدا. انت بتستمتعي بموضوع الرماية؟ جدا، انا اي سلاح يعني بقع في حبه. طيب قولي لي بقى، نروح للجزء الجمالي وملكة جمال، ايه ميس فيتنس وايه مسابقة الجمال اللي كسبتيها، ويعني ايه اللي خلاكي تدخلي المسابقة؟ هو انا نزلت مصر اخر مرة وفي ناس صحابي شجعوني ان انا اقدم، جربت كده قلت يعني هجرب، مش هخسر حاجة، انا بحب دايما اجرب حاجات كتيرة عكس بعض. فلقيت نفسي اكسبت، وبعد كده عملت انترفيو لقيت نفسي اكسبت، ودخلت معاهم بقى، بدأنا نعمل كات ووك ونعمل حاجات كتيرة. يعني مثلا كنت عندي تمرين مثلا بالسلاح، أخلص هدوم التمرين أشيل البندقية وألبس الجاون على طول، ألبس فستان وأروح أتمرن كات ووك وأعمل حاجات عكس بعض في يوم واحد. عشان الناس تفهم يعني إيه نزلت مصر. أنت بتدرسي بره في بولندا؟ في بولندا. ويعني كلميني بقى عن دراستك كمان هندسة، يعني انت كمان شاطره ما شاء الله، اللي بيخش هندسه ده بيبقى حد شاطر يعني. فكلميني برضو، اخترتي هندسه ليه وايه المجالات اللي انت نفسك تبقي مهندسه فيها؟ انا طبعا المجال ده كان نفسي فيه من وانا صغيره، ويعني عايزه اخش هندسه ومركزه قوي في اللي انا عايزاه. واخترت مجال كمبيوتر انجينيرنج عشان ده اكتر مجال احنا بنستخدمه دلوقتي. طبعا اي تي وسوفت وير انجينيرنج كل الحاجات دي، ده اكتر مجال يعني مطلوب دلوقتي. صح. في مصر وبره مصر. فانت بقى قررتي انك انت تسلكي الطريق ده. هو مجال صعب بس يعني لذيذ جدا، حلو جدا. طبعا سبب اختيارك لبولندا بالتحديد للدراسه؟ لا يعني جت كده، ما يعني كنت عايزه اروح المانيا او بولندا، فكانت اوراق بولندا بالنسبه لي اسهل فرحت بولندا. طيب كلميني بقى كده، دخلتي اتمرنتي على ملكات الجمال عشان تدخلي المسابقه ويو جوت اكسبتد، اكيد برضو في يعني في تحدي، واضح انك انت بتحبي التحدي. يعني جدا. ايه اكتر حاجه كان فيها تحدي بالنسبه لك في مسابقه ملكه الجمال؟ ان هما طبعا عايزيني دايما معاهم، كل يوم معاهم، الوقت لازم اكون في الميعاد بالظبط، لان كل واحد بيكون ليه سكور وبيتحسب. يعني انا لو رحت متاخر في مره ينقصوا. فانا بقى كنت يعني مع كنت ده تاديب وتاذيب يعني. وانا كان عندي في برضو في التمرين بتاعي مس ايجيبت. أيوه. 2022. انا بتمرن في نادي الجيش، ونادي الجيش برضو كده
يعني أيوة. اي حاجه بمواعيد لازم اكون موجوده. كنت برضو بعمل معايشه مع الجيش صاعقه ومظلات، كنت عامل ثلاثه مع بعض، فبالنسبه لي كانت صاعقه ومظلات. لا ده انت بتدهشيني مع كل جمله جديده. طبعا موضوع ملكه الجمال ده برضو عايز فتنس. بالظبط. هو كان في مسابقه لمس فتنس جوه ملكات الجمال يعني ولا هي في كذا مسابقه جوه قبل الفاينل؟ كانت اولها ميس فتنس وانا كسبت سكند برنسس، بعد كده في بقى ميس إليجنت وميس تالن، واخر حاجه خالص الفاينل. الفاينل. ميس فتنس بقى بيمتحنوكوا في ايه يعني؟ في رياضات بنتدرب على حاجات معينه، كان في منها مثلا بوكس، ويعني حاجات معينه الكوتش بيدربنا عليها، بوكسين كمان. كل حاجه. وفي الاخر بنعمل مسابقه، وحد قاعد بيحدد كل واحد السكور بتاعه، وواحد بياخد الاول والتاني والتالت. طيب ما هو انا بقى عايزه اتنوع في الرياضات ما بين الفتنس وما بين الرمايه. الاول يعني اللي في النص دي الكبيره دي الورلد كاب. ايوه. كلميني كانت ظروفها ايه، وكان مين اكتر حد يعني بينافسك على الميداليه دي؟ هي دي كانت ظروفها بالنسبه لي مختلفه تماما، لان انا كنت بره مصر ساعتها، وكنت بتمرن بره مصر لوحدي، وما كانش معايا سلاح كمان. فكنت بتمرن بشمسيه و بتمرني ايه؟ بشمسيه. ازاي يعني؟ يعني ما كانش ينفع اسافر بالسلاح بتاعي طبعا، فانا هناك ما عنديش سلاح. والاماكن التدريب ما بيدوكيش سلاح ولو مؤقت للتدريب يعني؟ نشان هيبقى ازاي يعني الرمايه؟ ما انا كنت بتمرن منتل كله في عقلي بس، بمخك بس. بالظبط. انا كنت اللعبه بتاعتي فيها جري ورمايه مع بعض، انا بجري 1200 متر. فكنت بتدرب فيتنس هناك، وفي نفس الوقت مش هينفع اسيب الرمايه، فكنت بقى جايبه شمسيه عاملاها بندقيه، قعدت اظبطها واعملها شكل البندقيه، واقنعت نفسي خلاص عليها طول الفتره الشهور قبل البطوله. وتعرفي ازاي اذا كنت حققتي يعني الهدف بتاعك؟ انا بقى بتخيل جوه مخي ان ده الهدف، وان انا اصبت الهدف في يعني 10 دي، اللي هو ان انا بضرب كويس جدا وبدي نفسي كلام ايجابي ان ضربي حلو جدا، ويعني ماشيه كده طول الشهور. مين اللي علمك الطريقه دي؟ الكابتن بتاعي اللي في مصر. هو اللي قالك تقدري؟ هو كان متابع معايا. وانت يعني في بره ما اتمرنتيش في مكان تدريب يعني؟ لا انت لا بس لا. مع انت مرة لوحدي. طبعا يعني الكابتن ده عايزه ارفع له القبعه ان هو علمك. هل الطريقه دي تنفع في حاجات تانية كمان يعني بتمارسيها في حياتك في حاجات تانية بقى، ولا في رياضه بس؟ اللي هو اقناع الذات وانك انت لا ده انا جايبه الهدف الفلاني. طبعا. هو انا شايفه ان الطريقه دي لازم نمشيها في حياتنا كلنا، ان انا لو حاجه مش معايا وانا محتاجاها وعايزاها، لازم اقعد اقول ان الحاجه دي هتجيلي، انا هاخدها، اعتبر الحاجه دي بتاعتي وفعلا هتجيلي، ان هو عقلنا لو انا اقنعته بحاجه. ايوه بس ده في تدريب، في تدريب وفي الهدف اللي انت بتنشيني عليه، وفي ضبط جسمك، وفي وزن ما انا كنت بقى بشيل قصة. اوزان على السن دي سلاح بتاعي. انا نزلت قبل البطوله بخمس ايام بس، يعني عشان كمان الطياره فاتتني كذا مره. ما شاء الله عليك، الله اكبر عليك. الحمد لله. بس كان المنافس ليا كانت اكتر بلد، كانت المانيا، هي اللي اخذت الجولد. هي اللي اخذت يعني وحزينه انت قوي، ده انت ما اتمرنتيش حتى. ما شاء الله عليكي. ايه التارجت بقى بتاعك؟ يعني احنا عملنا كده مشينا على كل الحاجات اللي بتمارسيها في حياتك، لكن ايه التارجت بتاعك بقى في الحياه؟ عايزه لما ترجعي مصر بالسلامه بعد ما تاخدي الشهاده بتاعتك في هندسه الكمبيوتر. طبعا ان انا يعني اشتغل بالشهاده بتاعتي، في نفس الوقت ان انا يعني ما اقدرش اسيب الرمايه عشان هي يعني جوايا. والجمال والموديلنج والحاجات دي هتشيليهم على جنب بقى؟ مش عارفه يعني هقدر اكمل فيها، بس هو انا في طبيعتي هي الرمايه والدراسه يعني، لكن الجمال ده جه او يعني موضوع ميس ايجيبت جه في النص كده. لكن مش ناويه تكملي فيه؟ مش عارفه يعني على حسب. على حسب. على العموم بتمنى لك التوفيق دايما. هاله عتمان ملكه جمال مصر وبطله العالم في الرمايه، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. انت بجد نورتينا النهارده في ست الستات، وان شاء الله نتقابل تاني مع انجازات تانية رياضيه او حتى في مجالات اخرى تختاريها، وتنورينا تاني في ست الستات. شكرا. بشكرك. فاصل ونرجع مع حضراتكم نكمل باقي فقراتنا لليوم في ست الستات، خليكم معانا.
نرجع لحضراتكم من جديد. طبعا ما ينفعش ابدا ان احنا نقول سمنه او مرض السمنه ونسكت كده خلاص الجمله خلصت. ليه؟ لان السمنه عباره عن مجموعه من الامراض تحت مسمى السمنه. بتلاقي بقى تحتها مليون حاجه، القلب، السكر، الضغط، الصحه النفسيه كمان، ومشاكل كتير قوي. علشان كده دلوقتي لما بنتكلم على وزن زايد مثلا من 10 ل 20 كيلو بيبقى الواحد نفسه يتخلص منهم باي طريقه، بس في نفس الوقت ما بيبقاش عارف يعني التخلص ده يتم ازاي. شويه دايت، رياضه، ولا ممكن عمليات جراحيه؟ طيب هنحل المشكله دي ازاي؟ ده اللي هنحاول احنا نعرفه النهارده، لان ضيفنا اللي منورنا هو دكتور محمد تركي المدرس بكليه الصيدله. ازيك يا دكتور؟ ازيك؟ الحمد لله كله بخير تمام. بنتكلم على كومبينيشن من الامراض تحت مسمى مرض السمنه. هل ده صحيح؟ وهل مرض السمنه ما بيجيش كده لوحده؟ بصي، استحاله زياده في الوزن ها تعدي كده من غير ما تعمل لي او ما تبوظ لي حاجه تانية جنبها. عشان جهازين ثلاثه وهي ماشيه. بالظبط. ليه؟ لان ببساطه الجسم زي انا بشبهه دايما بالعربيه، مخلوق ربنا خلقه سبحان طبعا انه يبقى مثلا طوله قد كده ووزنه قد كده، ما يزيدش ولا هنا سنتي ولا يزيد هنا كيلو. طيب انت لما بتزود الوزن عن اللي مسموح لك بيه او الطبيعي بتاعك، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الفانكشناليتي بتاعت جسمك او وظائف جسمك قادره ربنا خالقها، خالق لك قلب يقدر على 70 كيلو، انت مديله او حاطط له 100 كيلو. طيب ال 30 كيلو الزياده الفرق دول هيتصرف معاهم ازاي؟ مش هيقدر عليهم، او هيعمل حاجه اسمها دبل ايفورت او مجهود مضاعف. ايوه. يبدا بقى قيسيها على كل وظائف جسمك، مثلا الركب او العظم او المفاصل. ربنا خلق لك مفاصل تشيل 70 كيلو، انت حاطط له وزن 30 كيلو زياده او 100 كيلو توتال، يعني حاطط له وزن زياده عن ال 70 كيلو ب 30 كيلو. هيعمل ايه؟ هيضطر حاجه من اتنين، يا هيجي على نفسه ويبذل مجهود اكتر عشان يكمبنسيت او يعوض فرق الوزن دوت، وده بيقلل عمره الافتراضي وبيخلي المفصل بدل ما يعيش 50 سنه يعيش 30 سنه. أيوة. بيخلي القلب بدل ما يعيش 70 سنه يعيش 50 سنه. وهكذا بيقلل في عمره الافتراضي، يا اما هيبوظ في ساعتها طبعا، يا اما هيبوظ في ساعتها، يبقى عنده ما عندوش حاجه من الاثنين، يا هيجي على نفسه ويقعد يتعب في نفسه كده، القلب، الكلى، اي حاجه هتيجي على نفسها جامد قوي عشان تعوض فرق التخن ده وفرق السمنه دي، يا اما هتبوظ. طيب انا دايما كنت بقول في صوره كده مجمعه الى اكتر مشاكل ممكن تواجهنا من مشاكل السمنه اهي طلع. يعني دايما بقول ايه، سمنتي تسلبني حياتي، او يعني ايه بتبوظ حياتي. دي هتاخدها شويه بشويه، كل انا عايز اقول لك كل حاجه في حياتك بتبدا تبوظ تدريجيا وانس انك دخلتي في دوامه السمنه. صح. وانس انك دخلتي في دوامه ان انا وزني زياده. بالظبط. انا بصي كل اللي مكتوب ده امراض عضويه، يعني انا سايبه كده للمشاهدين عشان يبداوا يشوفوا، وكل واحد فيهم عنده وزن زياده يقول انا عندي المرض الفلاني. فعلا ده انا معدتي تعبان، عندي ارتجاع معوي. فعلا ده انا عندي امراض في القلب. فعلا ده انا عندي كوليسترول عالي. فعلا ده انا جالي السكر من السمنه. فعلا هتلاقي كل الناس هيقولوا كده. ولكن بجانب كل ده، بجانب كل الامراض دي، الصحه النفسيه انا سايبها ديت وبتكلم على الصحه النفسيه. يا جماعه نفسيتك بتتاذى زيها زي جسمك بالظبط. صح. لا يعني لا، وبتبوظ كمان، بتساعد على انها تبوظ لك الجسم اكتر بالزبط. كمان لان النفسيه يا جماعه او الحاله النفسيه بتفرق تماما في حتى في العلاج من الامراض. صح. فانت لما تيجي يبقى شكلك مش حلو، لما تيجي يبقى لبسك مش عارف تلبس حلو، لما تيجي تبقى مش عارف تقعد مع زمايلك قاعده كويسه وتاكل وتشرب وتجري وتلعب مع اولادك والكلام ده، ده بيؤدي الى حاله نفسيه مش كويسه بجانب كل اللي احنا شفناه ده. صح. يبقى اذا لازم اتخلص من خطر السمنه. مش هقول بقى خطر الحاجات دي، لا انا هقول خطر السمنه اللي بتجيب لي كل الامراض. بالظبط. طبعا في حاجه كمان، يعني احنا دايما بنقول ايه، البيضه ولا الفرخه؟ في مرض زي السكر تبص تلاقي ايه، هو السمنه اللي بدات لي مرض السكر من النوع الثاني، ولا السكر من النوع الثاني هو اللي عامل لي مشكله في بقيه اجهزه جسمي اللي هو الميتابوليك سيندروم كله؟ بالزبط. كوليسترول يضرب، حاجات كتيره تحصل. بصي هو دايما مرض السكر، يعني انا دايما ايه نمسك مرض ونعمل له علاقه بالسمنه. ولكن دايما مرض السكر هو فيه تو تايبس طبعا زي ما حضرتك عارفه، اللي هو تايب 1 وده بيبقى جينيتيكالي. بالظبط كده. ده بيبقى خلل في لصغار السن واللي موجودين بيبقى مخلوق بيه. ولكن تايب 2 دوت مكتسب.
يعني ايه مكتسب؟ يعني غالبا احنا اللي بنعمله في نفسنا غالبا بنسبه 90%. هقول لك 10% زي ما حضرتك قلت كده ممكن يجي مع تغيرات العمر بعد سن ال 50 وساعات بوراثه برضه، بس احنا بنساعده طبعا. لا وفي شق كبير وراثه، ولكن وراثه لازم انت برضه تكون عامل له ايه؟ مديله التريجر، مديله الايه؟ محفزه. بتعمل ايه؟ بتاكل حلويات كتير، بتعمل ايه؟ ما بتاخدش ايه ادويه لو انت مريض، بقت مريض دواء ما بتاخدش الادويه. طب بتعمل ايه؟ ما بتهتمش بنظامك الغذائي، بتاكل اكل كتير في كربوهيدرات كتير، فيوصلني لمرض السكر. طيب ايه الحل؟ ايه المشكله؟ يعني المشكله دلوقتي نعمل ايه بقى؟ لازم يا جماعه نحس بالشبع. الشبع هو اللي هيخلينا نتحكم في ايه؟ هو مفتاح الاكل اللي إيه؟ اللي بيدخل جوه جسمي. انا طول ما انا شبعان انا قادر اسلكت، قادر اختار اكل ايه وما اكلش ايه. حتى لو هاكل حاجه مضره، يعني زي ما بنقول بين قوسين كده مضره خلاص، او مش هيلثي زي ما بنقول، مش هتضرني. ليه مش هتضرني؟ لان كميتها هتبقى قليله جدا. مع استخدامي الياف صوتي هقدر احس بالشبع لمده لا تقل عن ال 12 ساعه معايا من باكت واحد طبعا، اقدر استخدمها تقفل معايا شهيه لمده 12 ساعه ما احسش بايه؟ ما احسش باي جوع. يبقى عندي رفاهيه الاختيار. رفاهيه الاختيار هي دي الكلمه اللي عايز اوصل لها. طب رفاهيه احنا اختيار للحاجه. جاي لنا سؤال دلوقتي، العلاقه ما بين السمنه ومرض القلب. امراض القلب بصي انت مش مرض واحد. ما انا هقول لك حاجه، انت اتكلمتي على السكر، السكر دوت ممكن يجي من اختلال القلب. تخيلي بقى، يا نهار ابيض. لان القلب ده زي ما بصي انت عندك حاجتين هم المايسترو بتوع جسمك، العقل والقلب. صح. يعني هما الاثنين دول ايه؟ المايسترو اللي بيشغلوا جسمك. طيب القلب اهم جهاز، اهم يعني من اهم الاجهزه. لا وفي والكلى مهمه جدا. لا في دي حاجات دي ما فيهاش، من غيرهم ما يبقاش في حياه. من غيرهم بالظبط. يعني القلب دوت يعني بيجي عليه اكتر لود، انا قصدي لانه شغال 24 ساعه زي ما بنقول كده، ما بيقفش ثانيه، وبيضطر يضخ الدم لكل اعضاء الجسم. صح. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ انا لما بديله لود كتير من الاكل، الاكل ده بيتحول في الاخر لدهون طبعا. فبيعمل لي ايه؟ بيعمل لي، عارف فاكره صوره الدهون اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي النفشه دي اللي لونها اصفر ومش عارف ايه وكده، شايفه فاكره الصوره دي اللي هي الدهون الصفراء دي؟ بتدخل لي كلها جوه القلب. يا نهار. بصي بقى القلب بيبقى محتشي بالايه؟ بالدهون اللي هم بيسموه الكوليسترول. ده الجراج بتاع بالظبط. لازم يعدي من على القلب، يعدي من عليه ويقف لي في يعني الايه؟ في الاورده والشرايين. الدهون اللي عندي في الارداف او في الخصر او في الظهر او في اي مكان لازم بتعدي من على القلب، بتدخل في الشرايين فبتدخل تغلف لي الشرايين. طب القلب وظيفته يا جماعه، القلب بيضخ الدم، يجي يضخ الدم مش قادر طبعاً. لان الشرايين مسدوده فيعمل ايه؟ يجي على نفسه زي ما بقول بقى حاجه من اثنين، يا يقف لا قدر الله ويموت، يا اما يجي على نفسه ويعمل دبل ايفورت ويبذل مجهود خرافي عشان يعدي الدم ده. تخيلي يضرب انا دايما انا جايب لك كده ايه هنتات او تيبس كده، الحاجات اللي بتحصل لما الكوليسترول لا وكمان في ايه يعني انا كاتبها لك بالترتيب كده. اول حاجه الضغط هتلاقيه هيعلى. أيوة. تاني حاجه هتلاقي نفسك بدا الكوليسترول، ما هو الكوليسترول ده اللي بيعمل الضغط طبعا، خلاص هيبدا يزيد. طب بعد كده هيعمل ايه؟ هيعمل لي امراض تانيه زي السكر بقى. هتبدا الجسم كله يختل، هيبدا الجسم كله ما بيوصلوش الدم بالصوره الكافيه، فالجسم كله يحصل له اختلال، فيبدا يحصل لي امراض السكر بقى وامراض المفاصل، كل الامراض دي تبدا تجي لي معاه. هو دايما دي يعني اللي هي الحاجات اللي بتعملها زياده مستويات الكوليسترول وزياده مستويات الاكل الغير صحي، بيقوم مبوظ لي القلب، يقوم عامل لي بقى ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع الاصابه بجلطات، ويعمل لي كل المشاكل دي. وفي الاخر اخر حاجه لو شفتيها قد تزيد ايه السمنه من خطر اصابه ايه؟ بالمرض السكري طبعا. يعني المرض اللي هو ايه اللي السكر. ولذلك انا دايما بقول الشبع الشبع هو الحل. ليه؟ عشان يبقى عندي رفاهيه اختيار الاكل. صح. عشان اقدر اكل اللي نفسي فيه من غير ما اتحرق طبعا. صوتي بقى عايزين نتكلم عنه، ازاي يقدر يديني رفاهية الاختيار؟ بالزبط. بيعمل ايه؟ هي ما زي ما قلت عبارة عن ايه؟ الشبع دوت هنوصل له ازاي؟ هنوصل له باستخدام باكت صوتي قبل الغداء وباكت صوتي قبل العشاء. هناخد واحد قبل الغداء وواحد قبل العشاء. هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي ايه بقى؟ ده هينزل في المعدة عادي جدا. بيعمل ايه؟ بينفش يا جماعة في المعدة، بياخد حجم المعدة بتاعتك، وليكن انت كيس كده، المعدة بتاعتك دي نشبهها بزي الكيس او الشنطة. كل ما تمليها حاجات خلاص، كل ما خلاص هتتملي مش هيبقى فيها مكان تحطي حاجه تانية طبعا. صح. هي نفس الفكره، صوتي بينزل من هنا طبعا، هيحتل المكان، هيحتل بتاع المكان المعدة طبعا. للناس اللي بتسال هو مكون من ايه او هو مستخرج من ايه، زي ما بقول دايما كده يا جماعه، مستخرج من الالياف الطبيعيه انه نحط تحتها مليون خط، اللي موجوده فين؟ في الفاكهه والخضار، النباتات زي القرفه والكلام دوت، بنستخلص منها الالياف بتاعتها ونبدا نركزها. هتعمل كده زي 17 جرام، هتعمل زي اللي احنا شايفينه ده. ايه الالياف؟ اللي هي الحاجه الخضراء دي اللي نزلت جوه المعده وبدأ
بدأت صغيره وبدأت. ما انا هوريكي انا هوريكي حتى بعد بعد الفيديو اوريكي الالياف قد ايه حجمها وهتبقى قد ايه حجمها. أوكي. فعلا بتنفش في المعده بتكبر فتدي احساس بالايه؟ بالامتلاء والشبع. طبعا. انا وانس ان انا بقت عندي شبعين خلاص، طيب ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندي زي ما بقول كده رفاهيه اختيار الاكل او عدم الحرمان، لان في ناس كتير بتكره انها تتحرم من اكل او انها ايه، يقول لك ايه مالكش نفس، يا بختك انك مالكش نفس. بالظبط. يقول لك ده دي حاجه حلوه ان انت مالكش نفس للاكل، لان هو بيبقى عنده شهيه عاليه جدا ونفسه طبعا. ياكل حاجات كتير جدا. طيب انا لو قللت الشهيه ديت هقدر اكل اللي نفسي فيه ولكن بنسب قليله. ومش بس كده، لا ده بيسرع لي الميتابوليزم زي ما بقول دايما. الميتابوليزم ده يا جماعه اللي هو البناء والهدم، اللي هي الايض، اللي هي ايه، الحرق. الحرق باللغه العاميه يعني، بيسرع لي الحرق بتاع جسمي، لانه على طول بيحصل ايه؟ بيحصل كاتابوليزم وانابوليزم، اللي هو ايه، الجسم بيبدا يكسر ويبني. يكسر ويبني، فيسرع الايه، الترس بتاع زي ما بيقول كده ايه، العجله، ترس المكنه. ايوه الترس المكنه او العجله بتاعت الايه، الحرق، ويبدا يخلصني من الايه، من الوزن الزايد. طبعا انا يهمني ان انا تشوفي شكل الالياف وهي صغيره في الباكت، شوفي هو باكت صغير خالص ما فيهوش اي حاجه، وشوفي هيعمل ايه جوه معدتي. بالظبط. خلاص دايما انا بقول لما يجي استخدمه كده، خلاص ادي باكت عادي واحد، هبدا افرغه على نص كوبايه ميه. وللناس كمان بتسال ليه تحضيره ازاي، انا بحضر باكت الياف سوتي ازاي؟ طيب هبدا افرغه عادي خالص في نص كوبايه ميه، واحنا مزودين الميه النهارده مزودين برضو. في ميه شويه زياده، وعلى فكره الميه الزياده ميزه مش عيب. طبعا. ليه؟ انا اصلا بعد ما هستخدم الياف سوتي يا جماعه لازم اشرب بعديه كوبايتين ثلاثه ميه. لازم. ليه بشرب كوبايتين ثلاثه ميه؟ هتشوفوا معايا دلوقتي ليه. لان انا كنت حاطط نص كوبايه ميه اهي، صح؟ حطيت فيها الايه؟ الالياف. الساشت واحد الساشت بس. اللي هو اللي كان صغير، اللي كانت باودر صغيره جدا، صح؟ صح. تمام. ايه اللي بيحصل جوه معدتي؟ نفشان. النفشان، النفشان ده هيجي منين؟ لان المعده بتعمل اللي انا بعمله دلوقتي. انا وانس ان انا باكل، المعده هتقعد تعمل لي الكلام ده. انا طبعا بحضره وباكله، خلاص اكلته من هنا. بعد ربع ساعه ايه اللي بيحصل؟ المعده تفضل تقلبه لي كده. المعده هي اللي بتشتغل اهي، تفضل تقلبه لي، تقلبه لي جوه بطني لغايه لما ياخد الشكل اللي انا هوريه لكم دلوقتي، وهو الشكل الايه؟ الهلامي، اللي هو ايه؟ صلب كده. ايوه. خلاص ما يبدأ بيعمل زي المهلبيه الثقيله. بصي يعني انا عايز اوريكي شكله، بصي شكله عامل ازاي. معقوله يا دكتور؟ بصي بيبقى شكله مهما حطيت ميه بيطلع لنا نفس النتيجه. هيفضل يمتص، هيفضل يمتص، هيفضل يمتص معاكي طول ما انت ايه بتقلبي. صح. وطول ما انت ده لسه كمان على فكره في الحواف لسه في باودر، يعني الميه عماله. طول ما انت المعده عماله تقلب، وطول ما انت المعده شغاله هتفضل ايه تديني الاحساس ده، والاحساس بالايه؟ بالشبع. ليه؟ صحيح. بالاحساس بالشبع، لان زي ما بقول كده ايه، المعده خلاص امتلئت. المعده. صح. خلاص الالياف الطبيعيه بقت مسكت في المعده كمان. انا عايز اقول لك مسكت في الميه، واللي هي مسكت في ايه؟ في المعدة. على مش فكرة بس. ده ممكن كمان نفس النتيجة دي بكوبايتين ثلاثة مية، لأن لسه في باودر ما هتحطي كمية ما شربش المية من كتر ما هو تقيل. بالظبط كده. هتحطي مهما تحطي مية مش ايه، مش هتتشرب. وأنا بقى هقول لك على حاجة، احنا هسيبها لآخر الموضوع بتاعنا ولآخر. طيب. الكلام، ونشوف شكلها كمان هيبقى عامل ازاي. هتلاقيها بدأت تتحجر أكتر وتوصل للإيه، للي أنا عايز أعمله جوه المعدة. عارف دكتور محمد، وأنت بتكلمني وبتعمل التجربة دي بفتكر إحساس الشبع اللي مش لطيف. عارف لما تاكل تاكل اكل العادي اللي هو كان نفسك فيه، وبعد كده لما تاكل ايه اللي انا عملته في نفسي؟ بالزبط. ده ومش بس كده، بتضايق. بالظبط. عارفه في واحد يقول لك ايه، انا لما ببقى زعلان باكل، وبعد ما اكل اندم فازعل اكتر. ما هو ندم ليه؟ علشان احساس الشبع. يعني يا ريت الاحساس ده جالي من غير ما اخد الكالوريز دي كلها اللي انا مش هيقدر. ليه؟ لان معدته خلاص، معدته إيه حجمها كبير، معدته حجمها عايزه اكل. بالظبط. ممتد خلاص، فعايز يملاها، يعني يساتيسفاي نفسه ويملاها. وفي الاخر زي ما انت قلت كده بيحصل ايه، انه بيزعل وبيتضايق من الايه، بيتضايق من ان هو يعمل يعني ياكل كتير. بالزبط. وبيتضايق من ان هو اكل انواع كتير. ممكن يجيلي الاحساس ده من ساشت واحده من سوتي، وساعتها مش هبقى ندمانه بقى. بصي يعني ساشت واحد ان انا فول قوي. ما انا هقول لك، ومن غير كالوريز. من ساشت واحد من سوتي هيديكي 12 ساعه من الشبع، هيديكي 12 ساعه من
ان انا مش جعان وهتقدر تاكل اللي نفسك فيه وهتقدر تعمل ايه زي ما بيقولوا كده زي ما بيقولوا ترانسفورميشن اللي هو ايه التغير او التحول في جسمك. في ناس بتبقى وزنها 100 كيلو بتنزل تبقى وزنها ايه 80 كيلو في خلال شهر يعني 20 كيلو في خلال شهر وده رقم حلو جدا رهيب. وده رقم طبعا حلو جدا ليه عشان اول حاجه ما بحرموش صح. فبيبقى عايز يعمل الايه النظام او عايز يشتغل طيب. على اليافته في ناس تقول لك ما انا ممكن اخد قرص دواء من الادويه اللي اصبحت منتشره على انستغرام وعلى فيسبوك وكده ويخليني احس بالشبع، ايه الفرق ما بين الادويه اللي بنتكلم عنها دي وما بين سوتي؟ بصي اي دواء اي دواء عامه موجود في صيدليه او في غير صيدليه عامه اي دواء فهو فيه كيميكالز عشان نبسطها كده وايه هشتغل على حاجه ما نكبرش يعني ما نقعدش نقول كلام صعب لا هو فيه مواد كيميائيه، المواد الكيميائيه دي هي اللي بتحرق او هي اللي بتشتغل على المخ عشان تخليه يحرق من النهايه كده. طيب المواد الكيميائيه ديت اضرارها ايه؟ اضرارها يا جماعه اكتر من فايدتها، ممكن تخس ممكن تخس ولكن هتاخد مع الضرر حاجات زي اللي قلناها في اول الكلام صح زي امراض قلب، امراض اوعيه، امراض ضغط، امراض مخ سيكولوجيه، امراض كل جسمك هيصاب، الكلى، الكبد بيتاثروا تماما بالحاجات طبعا. الكيميائيه اللي بتدخل جوه الجسم. فانا ليه ادخل نفسي منها بالظبط. واهم من كل ده ان انا وانس ان انا بوقف الادويه الكيميائيه دي لعنه بيرجع لي تاني نفس الايه بيرجع لي تاني نفس الوزن الزياده بل بالعكس ممكن يرد عليا باكتر. وده ليه؟ لان زي ما بقول كده هي اللي بتحرق الدهون. الامراض سوري الكيميكالز او الحاجات الكيميكالز اللي موجوده في التابلتس ديت هي اللي بتحرق الايه هي اللي بتحرق الدهون. اما هنا وانا دايما بقول والكوبايه الثانيه اللي هي ايه فايدتها اللي هي الدهون او تاثيرها تاثيرها ايه على الدهون دايما بجيب معايا الزيت او السمنه او الماده الدهنيه وببدا ايه احطها كده زي ما احنا شايفين. طيب هتعمل لي شكل ايه؟ راق هتعمل دهون. لي بصي ده اللي على وسطنا وفي ظهرنا وفي الارداف كل حته. الياف صوتي هتعمل معاه ايه؟ الياف صوتي هتبدا تعمل معاه ايه؟ انا هفرغ احنا اتفقنا ايه؟ ان احنا بناخد 2 باكت يوميا من الياف صوتي. طيب اول باكت اهو هبدا افرغه كده يعني تبقى باينه بس انا حطيت اول باكت وهسيبه مش هعمل معاه اي حاجه. هكمل يومي عادي خالص واستخدم الباكت لان المفروض اخد قبل الغداء وقبل العشاء وقبل الغداء باكت وقبل العشاء ايه باكت تاني. طيب هستخدم اهو ده كده الباكت التاني وهسيبه مش هعمل اي حاجه يمكن ايه يبقى باين كده ان انا مش هتداخل معاه وهشوفه هيأثر ازاي على الدهون. على الدهون هو ده الفرق بقى. انت لما بتاخد اي ماده كيميائيه انت بتاخد اي ماده كيميائيه هو ملوش علاقه بالدهون هو الالياف الطبيعيه بتيجي تجري على الدهون تاكلها بالظبط اما موجهه للدهون بالظبط موجهه للدهون بتروح على الدهون وتقوم عامله ايه تبدا تكسر فيها زي ما احنا شايفين كده فتخلي الجسم يعمل ايه فرافيت عماله تنزل بص هتفضل كده هتفضل تخترق في الدهون اللي احنا كنا حاطينها وهتفضل تاكل في الدهون اللي احنا اللي هي السمنه او الزيت او وات ايفر الكربوهيدرات اللي بتحول لدهون اي دهون موجوده في الجسم وهتبدا ايه تخلصني منها تاكلها لما تاكلها وتكسرها ايه اللي بيحصل بقى الجسم بيقوم جاي بالنسبه له الموضوع بيبقى سهل جدا 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 انه يتخلص من بواقي الدهون دي على عكس لما اخد ماده كيميائيه تشتغل لي على المخ ولا تعمل لي ضربات قلب سريعه بصي هتفضل بالشكل ده طول ما انا سايبها هي بتاكل الزيت نفسه فيه. بينزل معاها قعر الكوبايه او بمعنى اصح بقى لاسفل المعده هيروح على طول على يعني على الاخراج يعني صح؟ احنا لو طلعناها لو طلعناها بصي شكل لزجة. الدهون انا عايز اوريكي شكل الدهون عامل ازاي بشر. يعني ده اللي بيبقى جوه ده اللي بيبقى جوه بطننا او معدتنا او او احنا او بس اي حاجه نشوف المنظر ده مش هناكل بس للاسف برضو الاكل اللي بيبقى طعمه حلو الجوع وانس انك تشمي ريحه الاكل وانت جعانه او انت شبعانه حتى بتبداي ايه تحاولي تاكل. سؤال لغايه لما نشوف النتيجه ولو ان النتيجه الاخرانيه حصلت لكن ليه بنجوع بالليل يا دكتور؟ بص هو كده كده دايما على مدار اليوم انا بستنفذ دايما الاكل اللي انا اكله في اليوم فعشان كده بيقول لك وجبه الفطار مش بيبقى ليها ايه امباكت قوي تاثير قوي في ان انا بزيد في الوزن ولذلك بيقول لك كل في الفطار تيجي على اخر اليوم طبعا بالتدريج بيقل مستويات اكلك فجسمك مازال عايز فين الامداد اللي داخل بالظبط عايز الامداد بتاع الاكل فيبدا بعد الساعه 7 8 وخصوصا كمان في هرمونات بتطلع زي الكورتيزول والحاجات دي مش الكورتيزون اسمه كورتيزول
باللام. باللام نبقى نتكلم عليه بعدين. ده بكل الحاجات دي بتخليني ايه، عندي شهيه عاليه بالليل. طيب انا بتصرف ازاي؟ باخد الباكت اللي هو بتاع قبل العشاء ده، هيقعدني لغايه تاني يوم الفطار مش عايز اكل ولا اعمل اي حاجه. وانس بس ان انا اخدته قبل العشاء، بس زي ما بقول كده اشرب بعديه كوبايتين او ثلاثه ميه. أيوة. عشان يديني شكل الايه الهلامي او الشكل الجامد دوت جوه المعده، هيسد معايا لغايه 12 ساعه من غير اي احساس بالايه بالجوع. بالجوع. طيب دلوقتي في امهات بتبقى هممها قوي ولادها، ملاحظه كده الام ان بدا يبقى في بدايه سمنه للاطفال، حتى لو بيبي فاتس، يعني ما انا مش عايزه اولادي يطلعوا مليانين. ده بالعكس، ده اهم حاجه اللي انت قلتيه ده. ده هي اغلبيه 99% من الناس اللي بتكبر يبقى عندهم سمنه، هم وهم صغيرين. صح. كان بيتقال لهم ايه؟ خلص الطبق كله، كل طبقين مكرونه، كل طبقين رز، خلص الطبق بتاعي اما هيكبر ويجري وراك اليوم يعني الحاجات دي. يعني احنا السبب، الامهات احنا السبب. ده الغلط بالظبط، هي هنا الغلطه. فعشان كده لا، ده انا احترم جدا والتفكير اللي هو يقول لك لا، من وهو صغير لازم اخلي بالي يعني الجمه كده في الاكل. وده طبيعي جدا، لانه عشان ما يوصلش للمناظر اللي احنا بنشوفها. او الشكل اللي هو وزن عالي جدا. او الشكل اللي هو مش قادر زي ما بنقول كده يوطي يربط الجزمه. أيوه. من كتر ما عنده كرش او حاجه، كرش وبطن بالظبط. فعشان نوصل للمراحل دي لازم نبدا صوتي من اول 7 سنين يا جماعه، عادي جدا. وانس ان لقينا ابننا شهيته مفتوحه، ابننا شهيته عاليه، لا انا ببدا الياف صوتي عادي جدا من اول 7 سنين، وان شاء الله بديله نص باكت بس. هيفرق معايا زي ما احنا شايفين كده في طبعًا الصور. طبعا زي ما احنا شايفين نلاقي كان اذا بيفرق مع الكبار يا دكتور محمد، من الشمال لليمين كده، ده الكرش راح فين؟ بصي الفرق بين الشمال واليمين، الشمال بالتيشيرت بطنه قد كده، السنترال اوبيزيتي عاليه جدا. أوي. وانا عايز اقول لك بيبقوا بيعانوا من امراض تانية زي ما اتكلمنا في اول الحلقه، بيبقوا بيعانوا من امراض تانية اصلا. صح. بيبقى عندهم مشاكل صحيه كتير جدا من زياده الوزن ده. طبعًا. طيب بصي الناحيه التانية، بعد ما بقى لابس قميص الدنيا ايه بقت مختلفة. خلاص طبيعيه. انا مش هقول لك بس مختلفه، بقت بيجي يشكرني يقول لي انا ما كنتش بعرف البس الجاكيت، ما كنتش بعرف البس بدله، دلوقتي بقت الدنيا مختلفه. السيدات تيجي تقول لي ما بعرفش البس ده الفستان. فرق رهيب ما بين بالزبط. الشمال واليمين، حتى حقبه زمنيه، سن يا جماعه، سن مختلف، سنها مختلف. او تحسيها بنتها بقى بالزبط. يعني تحسيها فاهمه ايه اللي هو بنتها الصغيره، بنتها الصغيره. فده كل يعني انا دايما بنصح ليه بالكلام ده، عشان ده العامل النفسي اللي انا اتكلمت عليه اهو. ده بقى متعه اللبس من هنا لهنا، يعني باينه قوي قوي في البيفور اند افتر. بصي الفرق بين هنا وهنا. يعني اللي على الشمال كانت حياه اعتقد ويعني متضايقه ومكتئبه على طول، وتبص في المرايه تضايق. مهما لبست هتلاقي طبعًا شكلها طبعًا في اللبس طبعا، لان الفاتس كانت دهون نسبه عاليه جدا. بصي نقلنا على الشمال، بقت ايه؟ بقت حاجه ثانيه خالص، انسانه طبيعيه، بتلبس، بتروح، بتيجي، بتلعب، بتجري. يعني في ناس كتير بتقعد تقول لي انا بروح الملاهي مع اولادي ما بقدرش مش اجري معاهم، لا ما اقدرش الف وراهم الملاهي نفسها. ده مش ملاهي، ده لو رايحه النادي طبعا. وعندهم تمارين بيروحوا يقعدوا حاجات وما بيقدروش يبصوا. قاعده الست، انا شفت ناس بتبقى يا حرام بتبقى نفسها انها تجري ورا عايزه ولادها. تشوفه عايزه تجري معاه، عايزه تلعب معاه حتى. وايه انا عايز اقول لك، بيبقوا صغيرين في السن. بيبقوا 35 سنه و30 و40، اعمار صغيره جدا. صح. ما تدخلش نفسك يا جماعه زي ما بقول كده، ما تدخلش نفسك في كابوس الايه السمنه او الزياده في الوزن. ما ندخلش نفسنا فيه، خصوصا ان الحل بسيط وسهل وطبيعي وامن ومن غير حرمان زي ما بنقول. طيب احنا معانا سهير على التليفون، نشوف اخبارها ايه. يا سهير مساء الفل. مساء الفل. ازاي يا استاذه دينا؟ ازاي صحتك؟ عامله ايه يا مدام سهير؟ الحمد لله يا حتتي، انا بحبك قوي والله. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. قولي لي احكي لنا بقى، احنا معانا دكتور محمد تركي اهو في الاستوديو معانا وبنتكلم عن صوتي، وقولي لي تجربتك ايه؟ هو تجربتي في الاول انا كنت 90 كيلو. طيب. وخدت المنتج يوم 7/9. 7/9. حلو. احنا في شهر 10، يعني بقالك شهر و10 ايام تقريبا. خسيت فيهم 10 كيلو. 10 كيلو؟ ما شاء الله، لا قوة الا بالله. خسيت فيهم 10 كيلو، والله وكيل فرقوا معايا قوي يا استاذه دينا. طبعا. يعني فرقوا معايا فرق جامد بصراحه، لان ال 90 كيلو برضو يعني كتير. حمل. ايوه. طيب دكتور محمد عايز يسال حضرتك على حاجه يا مدام سهير. انا عايز اسالك بس الاعراض الجانبيه، يعني في خلال فتره استخدامك للالياف، هل في حاجه ضايقتك مثلا؟ بشرتك، شعر، اي حاجه؟ لا لا والله يا دكتور ما فيش اي حاجات من دي، يعني اي حاجات من دي بسم الله ما شاء الله، ما فيش اي حاجه من دي
ولا دوخة ولا هموت ولا أي حاجة والله يا دكتور. طب الشبع؟ عشان ده مهم برضو، كانت إحساسك بالشبع. الشبع بقى باخده وباخد وراه كوبايتين مية وبدني شبعانة بقى، بس أنا اللي لازم اكل اي حاجه يعني، انا اللي ما ببقاش جعانه كويس، بس لازم باكل اي حاجه. المهم بتاكلي اللي نفسك فيه. ممكن اسالك سؤال بايخ قوي وما تزعليش مني، عندك كام سنه؟ عندي 45. 45؟ لا مش كويس. مش كبيره. لا صحيح. يعني حاسه انك انت دلوقتي عندك كام سنه بعد ال 10 كيلو دول؟ يعني انا مثال ان صغرت 10 سنين في ال 10 كيلو دول والله يا استاذه دين. انا متاكده متاكده. خلي بالك في حاجه، انا عامله عمليه شايله الثدي. يعني انا عامله عمليه شايله الثدي، والدكتور اللي بيعالجني قال لي لازم يعني تخس عشان كتر الوزن الثقيل، قال لي غلط عليه. طبعاً. بعد الشر عنك وسلامتك، ألف ألف سلامة يا مدام سهير، وبشكرك على التليفون الجميل ده. ناخد إبراهيم وبعدين نعلق على التليفونات، لأنها قالت جملة مهمة جداً. هي شايلة صدرها، وده عايزين نتكلم عن السمنة والكانسر برضو، أو يعني الأمراض الخبيثة. يا أستاذ إبراهيم مساء الخير. مساء النور أستاذة دينا. إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا يا فندم. يا ريت تقول لنا تجربتك ايه مع صوتي. والله يا فندم انا كنت قاعد بالصدفه قدام التلفزيون وشفت الحلقه بتاعت حضرتك مع الدكتور. ايوه. وقعدت تابعتها بالتفصيل، فاهتميت بالموضوع قوي، لان طبعا الكلام كله عن الالياف بتمتص الزيوت اللي في تنزل مع الاكل والكلام ده، وما فيهاش حرمان برضو. طب انت حضرتك كنت كام كيلو وبقالك قد ايه بتستعمل صوتي وبقيت كام كيلو؟ انا من ساعه ما شفت الحلقه بتاعت حضرتك اتصلت بيهم بالفعل وحجزت وخدت وبعتوا لي العبوات بتاعت لا صوتي. ثانيه واحده بقى، نقف هنا وقفه رجل محارب. اخدت الديسكاونت ال 50%؟ لا لسه الصراحه. لا ما خدتوش. يبقى انت لا. ما قلتش برنامج ست الستات. لا ما قلتش الصراحه. لا شفت بقى، كان زمانك اخدت ضعف اللي اخدته، او اخدت التخفيض ال 50%. لا ما دي غلطه مطبعيه، انا مش هغفرها ابدا. فاتتني دي، فاتتني. طيب اتفضل. انا كانوا ميزاني 118. عندي كان عندي شويه تعب كده في ركبتي، وطبعا استشرت كذا حد يعني، فقالوا لي لازم برضو تخف ميزانك شويه طبعا، ونعمل شويه نظام اكل وكده. انا من النوع اللي ما بعرفش احرم نفسي في الاكل الصراحه يعني. فلما شفت البرنامج قلت اجرب، ما فيش مانع من التجربه ومش هنخسر حاجه. طبعا اتصلت وخدت العبوتين، ومش هقول لك برضه ان انا مشيت زي ما قالوا لي بالظبط، عشان هما كان المفروض ان باخد عبوه الصبح وعبوه بالليل. ساشت كيس. انا اخدت عبوه واحده كل يوم. اوكي. تمام؟ كنت باخدها قبل الاكل بساعه. طبعا قعدت اول خمس ايام كده قبل ما لقيت نفسي بدات الشهيه تخف وبدات ايه اقلل من الاكل. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ده شيء رائع. انا اسفه طبعا الوقت بيجري، بس احنا عايزين الغلطه اللي فاتت الاستاذ ابراهيم عملها ان هو ما قالش ست الستات. لا ما نكررهاش، لازم نقول يا جماعه نكررها كلمه السر. أيوه. اتفقنا على ايه؟ نقول كلمه السر ايه؟ ست الستات. ان شاء الله 50% اوفر على منتجات اورجانيكا. طيب نشوف حالا اورجانيكا. طيب قبل ما نشوف الفيسبوك بيج نشوف الريفيوهات. دكتور دايما الريفيوهات دي بتبقى مهمه بالنسبه لكم جدا. بصي طبعا في الشركه كمان انا دايما بامن بان الترمومتر زي ما بنقول كده بتاع نجاح اي حاجه هي اراء الايه العملاء او اراء الناس. طبعا انت هنا مش بس رايه، لا ده المتابعه كمان. طبعا المتابعه ان انا بكلمك كل اسبوع او 10 ايام واعرف انت نزلت قد ايه وخسيت قد ايه. هنا هنلاقي في ناس كتير كاتبه لك مثلا انا بقيت بحس بالشبع لمده اليوم كله، في ناس بتحس انها وصلت لانها تنزل 10 كيلو. أيوه. واكتر في شهر واحد. ما شاء الله. دي الارقام دي يا جماعه ايه بتبقى موتيفيشن كده، وبتبقى الحافز اللي بتخلي الشخص او المريض السمنه انا خسيت. طب انا لازم اكمل، انا هكمل وهوصل للوزن اللي انا نفسي فيه. نشوف مع بعض صفحه اورجانيكا على فيسبوك. ليه بقى؟ علشان نستفيد من اي اسئله
اي استفسارات، بصي اي اسئله، استفسارات، طلب، معلومات، طلبات، اي حاجه على صفحه اورجانيكا طبعا. ومش بس كده، انا اعمل الاوردر من على الصفحه. كل اي حاجه تقدري تعمليها من على الصفحه، ارقام التليفونات عادي جدا. واي استفسار حتى عايزه تسالي عليه عن اي حاجه، وزي ما بقول كده بقى، بس اهم حاجه يقولوا لنا ايه، ست ستات، عشان ياخدوا الديسكاونت بتاعهم 50%. طيب نشوف بعد كده، هنشوف ايه دلوقتي؟ هنشوف الايزو، وده مهم لان المنتجات جودة اصبحت انا دايما بقول كتير، عايزين نتاكد ان احنا بناخد اللي حاجه. ما ده اللي بقوله، ايه اللي يفرق منتج عن منتج او حاجه عن حاجه؟ عامه حاجتين، اول حاجه الكواليتي بتاعتها طبعا. يعني الايه انها متصنعه زي ما بيقولوا كده طبقا للمعايير القياسيه بتاعت الاشياء. زي كده ايه الايزو، الايزو دوت بيضمن لك ان المنتج مصنع طبقا للمعايير القياسيه. وطبعا تاني حاجه تصريح وزاره الصحه، انها مصرحه من وزاره الصحه وانها طبيعيه 100%، هم دول الضمان او دول الحاجه اللي تخليك تبدا ان شاء الله ايه كورس التخسيس بسهوله وببساطه. احنا فقرتنا خلصت، نظره اخيره على الكوبايه بتاعه الدهون. الكوبايه دي دي خلاص كلكعت إيه؟ تماما دي اللي هي اللي كلكعت، اللي هي بتاعه ايه، بصي بقت ايه، مل والمعده. بقت ايه هي دي، المعده هتبقى بتقل ده خلاص. مش شايفه ودي الماده الدهنيه، مش الماده شايفة. الدهنيه شايفه ازاي بدات تقل. بصي بقى، يعني انا لو مش لو كنت طلعت لك مش عارف اطلعها منها كلها ماسكه الدهون. بصي بصي الدهنه اللي على واختفت من معدتنا الدهون وراحت في طريقها الطبيعية. هي دي الدهون ممسوكه على الوش بتاعتها. ده اللي بيحصل جوه معدتي بقى. دكتور محمد تركي المدرس بكليه الصيدله، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على التجارب وعلى المعلومات الكتير اللي اخذناها النهارده، وعلى الارشادات الخاصه باستعمال منتج سوتي. بشكرك شكرا جزيلا شكراً دكتور. وبشكر حضراتكم على متابعتنا النهارده. بكره باذن الله حلقه جديده ويوم جديد، يا رب اشوفكم على كل خير. باي.